سيدات والسادة الأساتذة والخبراء والإعلاميين والمشاركين في هذا الملتقى، سيدات والسادة الحضور الكريم، ضيوف الجمهورية التونسية، مرحبا بكم. يشرفني أن أكون اليوم بينكم في اختتام أشغال هذا الملتقى الإقليمي الهام الذي تعذر علي حضور افتتاحه لالتزامات حكومية متأكدة، ولكنني واكبت أعمالي وواكبت ما كان فيه من لقاءات ونقاشات بناءة، وما تولى المشاركون تقديمه وعرضه من نماذج ناجعة، وما أثروا به أعمال الملتقى من أفكار ومقترحات. وهنا نحب نشكر وسائل الإعلام وأهل الإعلام على مواكبتهم لأعمال هذا اللقاء. هذه الأفكار والمقترحات جاءت لتؤكد دور الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في خلق بنية تحتية لتصنيع الثقافة الدول العربية، وتؤكد حسن اختيار المحاور التي أثثته، وتبرز أن بلداننا العربية غنية بكفاءات أبنائها من مختلف الأجيال وبخبرات وطاقاتهم الإبداعية، مبادرة وابتكارا وعزما على كسب الإهانات ومواكبة التطورات التكنولوجية وحسن استغلال ما تتيحه من إمكانيات وما تفتحه من آفاق رحبة اقتصاديا وكذلك اجتماعيا، وذلك بتطوير المضامين الثقافية الرقمية لبلداننا العربية وتثمين دور الاقتصاد الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة في التنمية المستدامة وتمويل صناعة المحتوى الثقافي في القطاعين العام والخاص. وأود بالمناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من أسهم في تنظيم هذا الملتقى الهام وحرص على حسن الإعداد له وإحكام سيره وعلى توفير مقومات نجاحه مضموناً وكذلك تنظيم. وشكر موصول في هذا الإطار إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، لما تتولى هذه المنظمة العتيدة من جهد وعمل دؤوب ودور بناء في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الدول العربية وجعلها مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية العالمية، ولحرصها على تطوير العمل العربي المشترك في جميع مجالات تخصصه، بما يرسخ الانخراط الفعال لمنطقتنا العربية في مجتمع المعلومات والمعرفة ويدعمه، وهو جوهر التوجهات التي صارت تنتهجها عدة دول تحقيقاً للاستراتيجيات الجديدة المتصلة بالاقتصاد الثقافي الرقمي، بما يعكس اليقين بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الصناعة الثقافية عامة والمؤسسات الناشئة على وجه الخصوص، تعزيزاً لأداء الثقافة في كل مجالاتها الفكرية والعلمية والفنية والتراثية، وإتاحة فرص أرحب لتوفير مواطن شغل نوعية وخلق الثروة والإسهام في التنمية المستدامة بشكل عام ومباشر. من هذا المنطلق فإننا نثمن حرص الدول العامة والدول العربية خاصة على تبنيها مقاربات اقتصادية أكثر تطوراً واستفادة من التكنولوجيات الرقمية والتقنيات الحديثة لخلق منتج ثقافي متنوع وسوق حقيقية تحتكم لمبدأ العرض والطلب، يكون أكثر مواكبة لتطورات الراهن واستجابة لتطلعات أجيال اليوم والغد دون تأثير
الكبير بالمعوقات الإدارية أو المالية أو الإجرائية أو قيود الظرفي والزماني والمكاني. ويقين أن هذا الملتقى الإقليمي يشكل محطة مضيئة ومؤسساً لما ارتأى المنظمون بلوغا من أهداف ذات علاقة بمجال مهن الصناعات الثقافية الرقمية وتطوير أداء الدول العربية في هذا المجال. سيدات والسادة، إن تحقيق أهداف هذا الملتقى وبلوغ غاياته يتطلب العمل على إنفاذ مخرجاته وتوصياته وإحكام المتابعة الدورية لإجرائها في الواقع. هذا أهم شيء، أن تقع المتابعة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيكل ذات الصلة، والدور في ذلك منوط بشكل رئيسي إلى المؤسسات الناشئة المهتمة بالثقافة والتراث المادي وغير المادي وشتى فنون الإبداع الإنساني التي ستسهم إذا ما أحطناها بالرعاية المستحقة والإسناد والدعم المادي والمعنوي في إحياء مواطن التميز التي تسخر بها عناصر تراثنا وفكرنا وإبداعنا وعصرنتها والتسويق الهادف الناجح لها. فلتتضافر جهودنا في وضع خطة عمل مشتركة لتشبيك هذا الصنف المبتكر من المؤسسات في كافة الدول العربية، ذلك أن التعويل عليها يبقى رهاناً أساسياً لتطوير تصنيع المنتج الثقافي العربي وتنويعه وبناء نوع من الاقتصادات المستدامة مستجداً في فضاء ترويجي أوسع. ولا يفوتني في الختام أن أنوه بالعمل الذي تجتهد في إنجازه مختلف المؤسسات والهيكل والمنظمات الحكومية والخاصة، المجتمع المدني كذلك، ودوره هام في الدول العربية بما في ذلك بالنسبة لوزارتي. أريد أن أوجه الشكر إلى مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي في سبيل تطوير عمل الصناعات الثقافية والإبداعية، فكل الشكر لمن ساهم في نجاح فعاليات هذا الملتقى، وكل الشكر إلى ضيوفه الأعزاء وإلى قادم الدورات إن شاء الله.